لا شك أن مباريات الفريق الكروي الأول الأخيرة أعلنت عن مولد نجم جديد نجح في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الانتصارات الهامة في وقت قصير. أصبح أحد الأعمدة والركائز الأساسية التي يعول عليها سويسرير ني فايلر المدير الفني للمريد الأحمر. نجح في ضبط الاتزان لخط الدفاع أضاف له صبغة خاصة. هو صخرة الدفاع الأهلاوية الجديدة ياسر إبراهيم الذي يؤدي مع الفريق الكروي خلال الفترة الماضية بعد انتقاله للقلعة الحمراء يناير الماضي قادما من سموحة. استغل الفرصة التي منحها له الجهاز الفني، أثبت أنه مدافع من طراز فريد يتميز بالروح القتالية والفدائية. هو الأمر الذي ظهر واضحا في المباريات الأخيرة وخاصة في مواجهة الهلال السوداني. نجح في إجهاض العديد من الهجمات لبطل السودان. بكل تأكيد فإن تألق ياسر إبراهيم مع وجود الخبرة رامي ربيعة وأيمن أشرف بالإضافة لمحمود متولي يزيد من قوة الأهلي الدفاعية. أصبح الفريق يمتلك خطا دفاعيا حديديا من الصعب المرور منه. يتميز ياسر إبراهيم بعدة ميزات جيدة يحتاج إليها أي مدير فني، مثل السرعة، القوة الجسدية، الطول، الدقة، ضربات الرأس. هو ما يمنح حارس المرمى حالة من الاطمئنان بفضل تركيزه المستمر طوال المباراة. يسير على خطى الصخرة الأساسية للقلعة الحمراء وائل جمعة الذي ساهم هو الآخر مع زملائه في هيمنة الأهلي على كافة البطولات سواء المحلية أو الإفريقية خلال فترة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزي. يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه ياسر إبراهيم قلوب وعقول جماهير القلعة الحمراء بعدما توسمت فيه خيرا للمساهمة مع زملائه في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات. فقد تم اختياره من جانب الجماهير كأفضل لاعب في مباراة الأهلي بالأمس أمام الهلال السوداني.